والله تحضيراتكم تشوفوا فيها يعني دور بصفة طبيعية حسب البرنامج اللي سطروا الناخب الوطني والطاقم تاعو منذ بداية يعني التربص ومنذ بداية المنافسة. الحصة تاع اليوم عرفت رجوع كل اللاعبين، بحيث البارحة يعني اللاعبين كانوا قسموا إلى ثلاث مجموعات، اللاعبين اللي لعبوا المقابلة كانت لهم تدريب انحدى، اللاعب بكير درب وحده، والمجموعة اللي ما حضرش اللقاء دربت بصفة عادية. اليوم نشوفوا بلي كل اللاعبين عادوا إلى التدريبات ما عدا اللاعب دبيح، مهاجم دبيح اللي مازال تحت المراقبة الطبية، والطاقم الطبي فضل أنه ينتظر 72 ساعة بعد اللقاء باش يقوم بالفحوصات اللازمة ويقف عند يعني خطورة أم عدم خطورة الإصابة اللي تلقاها في اللقاء الأول ضد ليبيا. كوتي ميديكال، مي جوستومون أهمية الاسترجاع في هذا النوع من لا كومبيتيسيون، يعني حقيقة أربع أيام حتكون كافية للاعبون على العموم وليس على المنتخب الوطني للأفارقة من أجل الاسترجاع التام وتفادي الإصابة. لا هي تعرفي في مثل هذه المنافسات يعني الطاقم التقني بالتنسيق مع الطاقم الطبي وكل الطواقم الأخرى يحضر مثل هذه المنافسات بجدية وبمنهجية. يعني اكثر عمل اللي يكون في التربصات هذوما هو عمل استرجاعي اكثر منه عمل بدني، يعني اللاعبين هناك تقييم في بدايه التربص، ثم بعد ذلك عندما يكونوا اللاعبين كلهم في نفس المستوى يبدا العمل الاسترجاعي خاصه بعد المقابلات، وثم العمل التكتيكي، لان اليوم كي دخلنا في المنافسه ما عندكش الوقت ثلاث ايام من مقابله اخرى، فلهذا يعني اليوم الاول دائما للاسترجاع، ولكن ابتداء من اليوم الثاني والثالث ليله المقابله دائما العمل التقني وخاصه عمل تكتيكي بالنسبه للخصم اللي حنقابلوه ان شاء الله، وفي الخصوص فريق الاثيوبي. وكان البارحه الطاقم التقني تنقل الى ملعب براقي وشاف عن قرب اللقاء بين الموزمبيق واثيوبيا، نظن باللي عنده اليوم نظره اكثر وضوح حول المنافسه تاع يوم الثلاثاء ان شاء الله. سي صالح الدنيا كيسيون، هل من اصداء بخصوص الاجتماع المكتب التنفيذي للكاف الاخير؟ موتيبي مازال متواجد بالجزائر، يعني شاف مازال متواجد البارحه كنظن كان في مدينه عنابه. نعم هو يبقى تغيير تاريخ الاعلان عن البلد الذي سيستضيف كان 2025 من المغرب الى القاهره المصريه، هل لا لحد الان ما كان حتى يعني خبر رسمي في هذا الاطار، ولكن هو الاكيد ان الاجتماع او الخيار ما يكونش في احد البلدان اللي داخله في المنافسه والمرشحه، هذا هو الاكيد. اما هل سيكون في القاهره ام في مكان اخر هذا يعني سابق اوان. كان حاضر في المباراه، هو حاضر، هو ورائي راه حاضر في الحصه التدريبيه. نعم كيف كان رايه حول الملعب تاع نيلسون مانديلا، انه ملعب جديد وكنا نفتقدوا؟ والله الحمد لله، نظن باللي هو في عده خرجات اعلاميه كان تكلم على الملاعب الجديده، وهو كان يتمنى والاخر ان الفريق الوطني سواء الاول او الفريق الثاني او حتى الانديه الجزائريه يعني تعود تلعب منا مستقبلا في مثل هذه الملاعب، في انتظار الملاعب الاخرى كدويره كملعب تيزي وزو وملعب 5 جويليه الذي س يعني يعد تاهيله، وكذلك ملعب شاكر. الحمد لله نظن في الاشهر والسنوات القليله القادمه الجزائر ستكون لها ملاعب كما يقولوا من الطراز العالي، تخلي الكره الجزائريه اولا تتطور، وكذلك يعني نطمع لما لا تنظيم كان 2025 وتظاهرات اخرى لما لا عالميه ان شاء الله. هل برمجت الفاف جلسه توقيع عقده الجديد مع الاتحاديه داخل الوطني؟ اظن باللي رئيس الاتحاد كان اجاب على هذا السؤال، الناخب الوطني امضى العقد تاعو منذ مده طويله جدا. شكرا، بارك الله فيك.